السلام عليكم شباب، رجعت لكم بحلقة جديدة. وطبعا يا شباب كالعادة نزلت الحلقة 72 الآن كاملة، وأيضا فيها مشهد سري يا شباب، وراح نحلل معاكم كل حاجة موجودة في هذا المشهد. أهم حاجة الآن تأكد أنكم فعل جرس التنبيهات وادعس لايك في هذا المقطع، وخلونا نبدأ. الآن في حاجة لازم تعرفوها يا شباب، أن هذا المشهد فيه تفاصيل كثير ترى، وأيضا تي في مان اثنينهم تكلموا وتخاطبوا يا شباب، راح نترجم لكم وش قالوا، وأيضا من هو الكاميرامان هذا اللي واقف هنا، وأيضا إيش من المتوقع يحصل في الحلقة 73. الآن يا شباب لو تتذكروا في اللحظات الأخيرة من البارتو في الحلقة 72، التايتن كاميرامان أخذ السلاح المقطوع تبع الأسترو تويلت، وبعدها على طول التايتن يا شباب خطتهم إنها تكون يقضوا على الجيمان يا شباب ويلحقوا لأنه هرب. وبعد ما طار التايتن كاميرامان على طول ظهر الآن المشهد السري، وهنا الآن يا شباب مثل ما أنتم شايفين هذا التي في مان العالم اللي ظهر في الحلقة 66 لما كانوا يعالجوا أو يطوروا التايتن تي في مان، هذا هو نفسه، وأيضا معاه اللارج تي في مان. هنا الآن في حاجة في هذا المشهد زي اللي كان في عمود من تحت الأرض وطلع هنا كورة، وأعتقد هذه القطعة يا شباب هي مولد طاقة، سبب وجوده هنا هو عشان يشحن بالطاقة الشمسية، لأن يا شباب هو مو دائرة بشكل كبير وزي المثلثات، المثلثات هذه في العادة تكون تبع الطاقة الشمسية يا شباب، فأعتقد العمود هذا يا شباب يوصل إلى تحت القاعدة اللي تقريبا طلعوا منها كلهم السكيبيدي وتحطموا، فأعتقد هذه الكرة يا شباب هي مثل الطاقة الشمسية شاحن يا شباب، وبما أن في لون أسود هنا يعني معناته يا شباب في عمود هنا وأسلاك موجودة داخل الحجر هذا يوصل إلى تحت. تحت فوين طبعا؟ تحت المعمل حق السكيبيدي تويلت، لأنهم يا شباب المكان هذا ما زالوا هم ترى قريبين من المعمل، ما زالوا هم في نفس المنطقة اللي قتلوا فيها العالم يا شباب، فأعتقد هذه يا شباب هي واحدة من المولدات اللي تشحن بالطاقة الشمسية. بس الآن يا شباب أهم حاجة مثل ما أنتم شايفين العالم هذا قال إلى اللارج تي في مان إنه يشيل المخلب هذا تبع الأسترو تويلت ويوديه إلى المعمل تبعهم، معمل العلماء تبع التي في مان يا شباب. هنا قال له take it to the our lab، وديه إلى اللاب تبعنا. بعدين اللارج تي في مان يا شباب قال إن هذا المخلب أكبر من التايتنز. صحيح المخلب تبعه ضخم واجد يعتبر يا شباب، فهذا الشيء يا شباب يوضح لنا إن الأسترو يا شباب إليهم أحجام، ولو لاحظتوا في الحلقة اللي طافت يا شباب الأسترو تويلت أبو القناع يعتبر أكبر من الأسترو تويلت اللي انقطع المخلب تبعه هذا وطاح في الأرض، فهذا دليل يا شباب إن الأسترو تويلت اللي بالقناع أيضا هو أضخم، وأحس إن فيه أكبر منه وأضخم منه يا شباب هذا الأحمر الأسترو تويلت اللي بالقناع. بعدها يا شباب العالم هذا التف إلى ورا وقال إلى البي أو في إن هذا الشيء سري، وعلى طول سوى تنقل سريع، ومثل ما أنتم شايفين يا شباب سووا تنقل سريع واختفى معاهم المخلب، سحبوه معاه. الآن يا شباب النظرية تقول إن العلماء تبع التي في مان أخذوا هذا المخلب بس عشان يفهموا طريقة الأسترو تويلت، فهذا يعتبر دليل يا شباب، فأكيد العلماء تبع التايتن تي في مان راح يفككوا هذا المخلب وراح يدرسوه، ويمكن من خلال هذا الدليل ومن خلال هذا المخلب يا شباب التي في مان راح يعرفوا نقطة ضعف الأسترو تويلت، وإنهم كيف يصنعوا روحهم مثلا، وكيف الماتيريال تبعهم كيف يسووها. وأيضا الحاجة الأهم يا شباب إن من الممكن العلماء هذولة بما أنهم أخذوا القطعة هذه يمكن يصنعوا زيها ويخلوا التايتنز يا شباب يستخدموا قطع مثل هذه، وأعتقد بهذه الطريقة يا شباب من الممكن أن التايتنز يصيروا يقدروا يتغلبوا على الأسترو بسهولة، بس ما ندري يا شباب لأن مثل ما قلت لكم أن الأسترو تويلت ما نعرف إحنا كم عددهم ومن هو الزعيم الأكبر بينهم. إلى الآن يا شباب مو مبين من هو الزعيم الأكبر، الزعيم الأقوى، الزعيم اللي قاعد يعطيهم أوامر. فبما أني قلت هذا الكلام مو معناته أن يا شباب العملية بتكون مرة بسيطة على التايتنز إنهم يتغلبوا على الأسترو، بس هذه القطعة اللي حصل عليها التايتن آن وبيدرسوها تعتبر أدفانتج إلى الحلفاء يا شباب، إنهم يتعلموا شيء جديد عن الأسترو ويكشفوا أسرار عنهم. بس أكيد هذا واحد من الأدلة اللي من الممكن يخلي التايتنز يا شباب يتغلبوا على الأسترو. الآن يا شباب بعد ما سووا التنقل هذا مثل ما أنتم شايفين في هذه الصورة البراميل الصفرة هذه اللي انفجرت على الأسترو تويلت، هنا يا شباب البي أو في كاميرامان سمع صوت غريب ولف يسار وهو متوجه إلى الصوت، لو تلاحظوا فوق في النص يا شباب في
الكاميرامان واقف. الآن شباب الكاميرامان هذا اللي واقف فوق هو واحدة من الثنتين، يا أنه السمب كاميرامان أو أنه كاميرامان عادي يا شباب، وهذا الكاميرامان يعتبر من الجنود اللي يستخدمهم العميل السري يا شباب. لأن الآن لازم تعرفوا أن العميل السري قاعد يوجه أوامر إلى الكاميرامان العاديين هذول اللي قاعدين يختفوا يراقبوا أشياء. لو تلاحظوا الآن يا شباب صار في فترة أن العميل السري ما قاعد يطلع، اللي قاعدين يطلعوا هم المساعدين تبع العميل السري اللي قاعدين يساعدوه، لأن العميل السري يا شباب يعتبر يعني خلينا نقول آخر مرة احنا شفناه بشكل واضح قاعد هو في المكتب. فهذا الشيء يوضح أن العميل السري هو الآن قاعد في المكتب تبعه وقاعد يعطي الأوامر للكاميرامان هذول الحلفاء العاديين إنهم يجوا إلى هذه المواقع. لأن لو تلاحظوا نفس الشيء الكاميرامان هذا يا شباب اختفى، فالأغلب يا شباب أن هذا كاميرامان مساعد إلى العميل السري. فالنظرية الآن تقول يا شباب أن العميل السري ما راح يطلع إلا في الحلقات اللي مرة مرة مهمة. ولو تتذكروا يا شباب دفوك بوم قال إن الحلقة 73 و74 بيكونوا أسطوريين، فيمكن يا شباب العميل السري يطلع في الحلقة 74 أو يمكن في الحلقة 73 بارت 2 أحس بيطلع العميل السري، لأنه يا شباب الآن قاعد يخطط كيف يساعد التايتنز ويساعد الحلفاء. لأن لو تتذكروا مثل ما هو قال يا شباب في الحلقة اللي ظهر فيها هو في المكتب إن معركة الأسترو ما راح تكون بسيطة، ما راح تكون سهلة، فهو الآن قاعد يخطط يا شباب. فأتوقع يا شباب إن في الحلقة 73 من الممكن إنه يكون في فايت، بس بيكون يعني خلينا نقول فايت تسخين، يمكن دفك بوم يعرض لنا مشهد إلى مثلا الحلفاء وهم خلينا نقول يكتشفوا مكان الأسترو وينهم مكانهم أو شيء، الله أعلم يا شباب. بس أحس يا شباب إن في الحلقة 73 بيكون في فايت خفيف، وفي نفس الوقت بنكتشف سر قوي عن الأسترو تويلت. بعدها في الحلقة 74 بتكون في معركة قوية، وأكيد الجيمان بيكون موجود، لأن مثل ما قلت لكم وأكدت لكم أكثر من مرة إن في أحد التسريبات دفك بوم حط تسريبة إلى الجيمان وحط رقم 74. فالأغلب يا شباب الجيمان يمكن ينتهي موضوع في الحلقة 74، أو إن الجيمان يتطور بشكل كبير ويصير تايتن في الحلقة 74، لأن مثل ما قلت لكم إن موضوع الكونتينرز يا شباب إلى الآن ما شفنا إيش اللي داخلهم. الكونتينرز هذه أشياء سارقينها الجيمان عشان هو يستخدمها لصالحه، فيمكن يطور نفسه من خلال هذه الكونتينرز، وان الجيمان يصير تايتن يا شباب بحجم مثلا خلينا نقول التايتن كاميرامان. هذه مجرد نظرية. الان باقي حاجتين اذكرها لكم يا شباب. الحاجة الاخيرة وهي اللحظات الاخيرة من هذا المشهد السري هو لما البي او في كاميرامان اتجه الى الصوت وفعلا شاف يا شباب السبايدر كاميرامان هذا وهو مصاب ومتحطم. لكن بما ان البي او في كاميرامان اعطاه لايك يا شباب معناته السبايدر كاميرامان هذا يا شباب ما راح يموت وراح يطلع في حلقات مستقبلية، من الممكن انهم يقدروا يعالجوه، لان مبين ان السبايدر كاميرامان هذا يا شباب يتحرك وبعده ما مات يا شباب، بعده صامد. والحاجة الاخيرة الان يا شباب مثل ما انتم شايفين هنا مكتوب في وصف هذه الحلقة جيمان تويلت أسترو تويلت and titans، يقصد الثلاثة titans crash in combat. Oh my god، فهمتوا وش المقصود من العبارة هذه؟ ان جميع الشخصيات القوية ومن ضمنها التايتنز الثلاثة بيدخلوا في معركة جماعية يا شباب، بتصير في معركة جماعية بين الجيمان والأسترو تويلت والتايتنز ثلاثتهم، يعني 1 2 3 4 5 6. Oh my god، يعني 3 ضد 3 يا شباب. ويمكن في المعركة الضخمة هذه بتكون مرة قوية يا شباب من الممكن انه يطلع فيها العميل السري، او من الممكن يا شباب تطلع شخصية قوية مرة وما ادري وش يصير بعدها يا شباب. فيمكن في وجود الست شخصيات هذه اللي بيكونوا موجودين في حلقة واحدة يا شباب يمكن تطلع شخصية سابعة وتكون مرة ضخمة وما ندري هذه الشخصية هي بتصف مع من يا شباب، فاهمين؟ فيمكن يا شباب تطلع شخصية تكون فاصلة، أو يمكن بدل ما تطلع هذه الشخصية اللي في بالي يا شباب إنها تكون شخصية كبيرة يمكن يطلع العميل السري يا شباب من بينهم. انت اكتب لي تحت في التعليقات ايش توقعاتكم يا شباب، ولا تنسى الآن تنشر هذا المقطع وتدعس لايك وتتأكد انك مفعل جرس التنبيهات، ومع السلامة.